السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا هي زيادة معلومات لبعض الأعشاب أو النباتات اللي جاي نستخدمها بالعلاج بدون ما نعرف إيجابياتها وسلبياتها بالنسبة لنا، وهل هي تتضارب مع الأدوية الكيميائية، هل هي يعني تتعارض مع بعض الأمراض المزمنة. لاحظنا هذه في الفترة الأخيرة أهلنا وناسنا أقبلوا على شراء نبات البابونج والشيح والزعتر بصورة مو طبيعية، أكثرهم يستخدمها لعلاج مرض كورونا، هذا المرض اللعين. طبعا هو قبل كل شيء لازم نعرف بأن العشبة اللي نشتريها نعرفها، لازم تكون عندنا معلومات بأن هي تضرنا لو تنفعنا، يعني تتراهم ويا الأمراض اللي عندنا، طريقة استخدامها إذا استخدمناها أكثر من اللازم أو كميات كبيرة شنو راح ينتج. هذا الشيء احنا لازم نعرفه. من النباتات اللي أقبلت عليها الناس هي البابونج. طبعا البابونج ممنوع عن الحامل، إذا كانت جرعات عالية ممنوع عنها، إذا أكو هناك يعني خلينا نقول استثناءات بالاستخدام. ممنوع على اللي يستخدمون مخففات الدم مثل الاسبرين، الوارفارين والهيبارين. طبعا البابونج يستخدم، يعتبر مهدئ ومنوم، يستخدم كبخار، بخار البابونج، نبات البابونج للجهاز التنفسي، وبنفس الوقت نقدر نستخدمه كشراب، ملعقة صغيرة على قدح ماء مغلي، نخليه فد 10 دقائق إلى ربع ساعة، نصفيه ونشربه، نقدر نحليه بالعسل ويكون أفضل، هنا يشتغل على الجهاز التنفسي. هذا البابونج الاستخدام الصحيح والمحاذير مالته. بالنسبة للنبات الثاني اللي هو الزعتر. الزعتر الكميات الكبيرة من الزعتر تسبب الغثيان، اضطرابات بالأمعاء، إسهال، غازات. وطبعا هو ممنوع عن اللي مصاب، اللي عنده خلل بالغدة الدرقية. هذا الزعتر طريقة استخدامه نص ملعقة أكل على كوب ماء حار، ونغلقه دقائق 5 دقائق، ونصفيه صباحا ومساء. ونقدر لا نتبخر او العفو نستنشق البخار مالته، هنا يستخدم للجهاز التنفسي. النبات الثالث هو الشيح. طبعا الشيح يحتوي على مادة سمية، اتمنى شوية تنتبهون لهذا العشب، هذا العشب قوي، ممنوع عن الحامل والمرضع. وطبعا الكميات الكثيرة منه تسبب الاضطراب بالاعصاب، تلف بالدماغ، وتنتهي إلى الموت. الله يكفيكم الشر. طبعا هو ممنوع عن المصابين بقرحة المعدة، ممنوع عن اللي يأخذون مخففات الدم، الأسبرين وما شابه. إذا هنا عندهم جلطات ويستخدمون علاجات للجلطة، هذا الشيء ما يخدمهم. أما بالنسبة للجرعات مالت نبات الشيح، هي ملعقة صغيرة، ملعقة شاي على قدح مي، ويتفور القياس ويتصفى، يتشرب، ينشرب من عنده قدح صباحا وقدح بالليل. هاي الجرعة مال نبات الشيح. هذه المعلومات راح تخدمنا بالنسبة اللي عندهم أمراض مزمنة، بالنسبة اللي ياخذون جرعات من عندها عالية وبعدين تطلع عندهم أعراض لا سمح الله مو زينة. هنا احنا لازم ننتبه، هذه الأعشاب إذا ما نحفظ الجرعات وما نعرف استخدامها صحيح راح تنقلب علينا يعني نتائج سلبية. وأتمنى لكم الصحة والسلامة للكل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.